ورجعنا لكم تاني مع الكابتن مصطفى حكيم، شهرته مرعب التيك توك. ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله تمام. صباح الخير. صباح منورنا يا كابتن. ربنا يخليك. اخبارك ايه؟ بنورك تمام الحمد لله. ماشي يا كابتن، انا عايزه اسالك النهارده بما اننا لسه الصبح بدري، بتبدا يومك ازاي؟ واجباتك بقى والتمرينات بتاعتك، وبتشرب ازاي ميه؟ في مكملات ولا لا كده يعني؟ بصي، هو انا يعني على حسب الهدف بتاع الوقت اللي انا فيه بيكون السيستم يعني. يعني انا مثلا في فتره ضخامه فالوجبات بتختلف عن فتره التنشيف. تمام. في مكملات طبعا، لان انا مش هقدر اكفي جسمي من بعض الحاجات زي الكرياتين مثلا. انا مش هقدر اكفي جسمي من الكرياتين عشان مش هقدر اكل كميه اللحوم الكبيره دي اللي هتوصل لي جرعات الكرياتين اللي انا عايزها. فبالتالي مكمل الكرياتين ده اساسي في حياتي موجود. ببدأ يومي ازاي؟ ببدأ يومي الصبح بعمل كارديو على معدة فاضية كده. ده كل يوم يا كابتن؟ كل يوم. هو حتى مفيد وقت جدا البلك بتاعك؟ الكارديو مفيد جدا جدا جدا، وخصوصا الصبح. لان الجسم واحنا نايمين بيبقى استنفذ كل الطاقة بتاعت مخازن الجلايكوجين، فلما بصحى الصبح خلاص بقى انا بنتقل بقى على جزيئات الدهون على طول بمجرد ان انا ابدأ اعمل الكارديو بتاعي. فالكارديو الصبح على معدة فاضية ده مفيد جدا. بنظم بقى وجباتي طبعا، وجبة بعد الكارديو، وعلى مدار اليوم بقى ايه، على حسب برضو الهدف اللي انا ماشي فيه. ببدأ اخد وجباتي على مدار اليوم على حسب برضو شغلي، لان انا عندي شغل غير الرياضة يعني. فكل ده بقى بيتوقف عليه ايه، الوجبات هتبقى امتى والساعة كام، والتمرين كمان اصلا التمرين الحديد هيبقى امتى، برضو على حسب الشغل. بس طيب كابتن، عايز اسالك سؤال كده كنا لسه انا ورانا بنتناقش فيه، يعني اللي هو حلاوه المولد. دي بقى هي بتقول لي بالنسبه لي انا، بالنسبه لي دي نصيبه المولد. وبجد لي انا كمان. طب حتى لو حاجه سمسميه او حاجه صغننه كده. السودانيه هنتكلم على حاجه واحده بس من ضمن الحاجات السودانيه الصغيره خالص اللي انت بتاكليها دي، فيها 800 الصغنطوطه دي سعر حراري، فيها 800 سعر حراري. ايوه بجد. انت بقى بتقولي ان انا ممكن اكل وهروح احرقهم؟ اه العب رياضه مثلا، نطط؟ لا 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 خالص، مفيش الكلام ده. لا اي حاجه. لا انا ما باكلش. طب حته سمسميه؟ لا والله. بصي، في النهايه انا ببقى، لو انت مظبطه يومك وعارفه سعراتك اللي انت تدخليها جسمك وعايزه تاكلي الحاجات دي هتاكليها. بس انا بالنسبه لي انا ما بحبش انصح بيها، لان انا جسمي بيحتاج عناصر غذائيه كتير. انا في حاجه ليها، فانا ليه اضيعها في حلويات وليه اضيعها في حاجات مش مفيده؟ قوي برغم حاجات مش هتفيدني كتير. هي عادات يعني، احنا كلنا متعودين ان بابا اول ما بيخش مثلا كده في المولد النبوي يجيب لنا الحلاوه الجميله. احنا بنختار من العادات اللي بيستهوينا بس. في عادات كدا؟ تانية برضو انت عارفة انها عادات ومش هتعمليها لان انت بتحبهاش. صح؟ بس انا بحب السمسمية يعني عادي لو حتة صغنططة. لا ده براحتك بقى، خلاص انا قلت لك. لكن انا قصدي اقول لك ان مثلا لو حد خد مثلا حتة وقعد يلعب رياضة او شرب مية كتير او عمل مجهود زيادة ما يحرقش؟ لا لا، مش هيحرق اللي هو كله. خالص. لان هي بتدي يعني بتخزن وخلاص، سعراتها كبيرة جدا، سعراتها كبيرة. هيحرق، هو هيحرق بس نسبة من السعرات صغيرة، مش بقيمه اللي هو 800 سعر حراري في السودانيه. ده كتير جدا على فكره، كتير على جدا. فكرة انت تحرقيه. بيقولوا لي احنا هناكل برضو، خلي بالك ربنا معاهم. على فكره بيقولوا لي دلوقتي احنا هناكل حلاوه المولد. والله كل واحد ادرى بكرشه. صح. طيب يا كابتن، بما بقى انك قلت انك في شغل تاني غير الجيم وغير الرياضه، طيب لو في شغل كتير سواء انت او اي حد من المشاهدين تمام ومش عارف يروح الجيم، يتمرن في البيت ازاي؟ يتمرن في البيت ازاي؟ فترة الكورونا خلت الناس كلها تبدا في الموضوع ده. فبقى كل الناس عارفة يعني، كل الناس اللي كانت مهتمية بالجيم بقت عارفة ازاي تتمرن في البيت. هنتكلم على الناس اللي مش عارفة. بس برضو الناس اللي مش عارفة دلوقتي بقت عارفة يعني ايه استك مقاومة. قبل الكورونا لو انا كنت طلبت من حد معايا قلت له انا عايزك تجيب كذا عشان خاطر تتمرن بيه في البيت، ايه استك مقاومه ده؟ مش عارفه. دلوقتي كل الناس عرفت كل حاجه. صحيح. فمثلا يعني ده ابسط مثال، استك المقاومه ده انا ممكن اتمرن بيه كل التمارين. صح. للجسم كل التمارين. صحيح. اقدر اعمل بيه كل التمارين بتاعتي. زائد ان انا اقدر اعمل كارديو في البيت عادي، اقدر انط حبل في البيت عادي. مش هقدر انط حبل، انط في مكاني عادي برضه. هو كارديو أصلاً. من غير حبل. في تمارين كارديو كتير قوي تتعمل في البيت ومفيده للجسم. طب لو حديد مثلا برضو في البيت ومفيش؟ ولو حديد عقله، العقله مفيده جدا للجسم وهتبني. الضغط مفيد جدا للجسم وهيبني.
في ازاز الميه الضخمه، انا كنت بتمرن بازاز ميه كتير. ما هو ده اللي انا بقوله، ما ده اللي انا بقوله، الناس اللي قعدوا في البيت خلاص يعني ابتكروا كتير قوي في موضوع ان هو ازاي يتمرن وازاي يحافظ على اللي هو وصل له وما يروحش منه وما يضيعش. فالحمد لله يعني هي كانت فتره صعبه جدا علينا، بس جت برضو ببعض الفوائد يعني، فايده كتير. صحيح. الحمد لله. طيب كابتن، لو حد جسمه اصلا او وزنه تقيل تنصحه بايه بقى؟ يعني يبدا مثلا الكارديو الاول ولا الاجهزه ولا يتمشى؟ لا، يعمل ايه؟ هو يعمل دايت الاول. صح. بس هو مش دايت ورياضه؟ لا، هو يعمل دايت الاول لحد ما يوصل لوزن يقدر من خلاله يعمل رياضه، علشان ما ياثرش على مفاصل الجسم وياثر على الاوتار يعني البني ادم لما بيكون وزنه زياده ويبدا يخش في تمارين هيلاقي مضاعفات كبيره جدا. لازم الاول يبدا نظام دايت. نظام غذائي يعني. لازم يبدا اول حاجه في النظام الغذائي، لازم السكر الابيض اللي هي حلاوه المولد، واللي هي حلاوه المولد والدقيق. احنا بس بنبدا بالسكر، والعيش. السكر هو والعيش عظيم. انا بقول لك حلاوه المولد، السكر هو المولد. اعظم حاجه حلاوه المولد طبعا. أيوة. السمسميه بالظبط. صح. بس يعني يبدا يمنع حاجتين هما دول، يعني بعد ما يمنع الحاجتين دول ويهتم بشرب الميه هيفرق معايا الموضوع جدا. السكر والدقيق عموما الاثنين دول لو اتمنعوا من حياتنا احنا مش بنستفاد منهم بحاجه. صح. خالص. صحيح. السكر انا بقدر اخده من اكتر من اتجاه تاني. صحيح. تمام. الكربوهيدرات بتديني سكريات، بس هي مش بتبقى بطعم السكر اللي احنا بناخده، بس جسمنا بيستفاد بالسكر من خلالها. فمعنى كده ان انا لما هقطع السكر مش هيحصل لي حاجه، مش هموت يعني. لا، انا جسمي هياخد سكر من طرق تانيه كتير. المخبوزات ملهاش اي فايده خالص. انا بالنسبه لي شايف ان المخبوزات ملهاش اي فايده. رغيف العيش البلدي بتاعنا الجميل ده اللي احنا بنلاقي الناس واقفه على عربيه الفول بتضرب 6 7 ترغيفه، الرغيف الواحد فيه 300 سعر حراري. يعني انا لما اكل 3 4 ترغيفه انا خدت سعرات يوم كامل اصلا لسه ما ابتداش. غير طبعا بقى الحاجات الثانيه زي بقى الحاجات المقليه. بقول انا خدت سعرات يوم كامل. يعني انا في العيش بس خدت سعرات اليوم كله وانا لسه ما بداتش يومي. يعني ده بيبقوا لسه صاحيين الصبح واقفين على عربيه الفول 3 4 ترغيفة خلاص 1200 سعر حراري. اللي هو اصلا في بني ادم بياخد 1200 سعر حراري بس. في لسه في باقي يوم بقى في اكل تاني هيتاكل خلاص ضيعه. انت عارف ان احنا كلنا يعني المفروض واحنا رايحين المدرسه لازم الفينو بالليل. صح. ويتحط الجبنه الرومي والشيدر. كل دي عادات سيئه. ده احنا متربيين على الفينو اصلا. ما هو يعني ما خلينا نتكلم في الهرمون. يعني انا حلاوه مولد وفينو لا ما حدش يتكلم. وبعد ده كله خالص. ما بياكلوش بس بيتخنوا بعد ده كله. انا ما باكلش بس بتخن. ده انت بتروحي للدكتور اكتر من مره يقول لك ده انت عندك انيميا، ده انت عندك ضعف في مش عارف ايه، مع ان جسمك مليان. يعني اي ام دلوقتي بتتفرج علينا تعمل سندوتشات بلدي لاولادها لو خايفه عليهم ان هم يتخنوا. صح كده. سندوتشات ما يروحوش من غير سندوتشات. مش كلام رنا. لا، ما انا بقول اهو، انا بقول ان كل ام تشوف بتشوف يعني. ايوه انت قلتي كابتن. لا، تروح بعيش بلدي. لا، ولا عيش بلدي. مش بيقعد فينو. ولا عيش بلدي ولا. طب الطفل يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ هياكل في 100 مليون طريقه ياكل بيها. اذا بجد؟ طبعا. يعني طب امال ايه؟ طب قول لنا سندوتشات ممكن تتعمل. كل الاطفال بتحب الكورن فليكس مثلا. والكورن فليكس فيه منه بالذره، من بيبقى جاي من الذره. بس صعب قوي ان هو يروح المدرسه بكورن فليكس. مش هيروح المدرسه بكورن فليكس. ما في فاكهه، في خضار، في توست، حاجات كده، في حاجات بتبقى مصنوعه من الشوفان. في مثلا في حاجات تانية برضو ليها علاقه بالمخبوزات، بس السعرات الحراريه بتاعتها اقل كتير. طب هو العيش البلدي مش هو صحي؟ لا، ابو رد بقول لك 300 سعره حراريه. لا، هي بتتكلم عن اللي هو العيش السن والحاجات بقى الحاجات اللي هي بديل كامل. العيش الحاجات اللي بالحبوب الكامله جميله. تمام. مفيش مشكله فيها. تمام. بس العيش السن هو ليه برضو حاجات تانية كتير غلط على الجسم. هما بيضيفوا ليه برضو يعني دقيق ابيض. العيش اللي هو التوست البراون ده اللي هو بيبقى في الماركت. التوست البراون ده هتلاقي وراه كده السعرات اللي فيه قد ايه. طب امال احنا ناكل ايه؟ هتعرفي هو مفيد ولا مضر، وهتعرفي فيه سعرات قد ايه. ناكل سلطه، ناكل فاكهه. هناكل مش ناكل مش لحمه هنموت. وفراخ وسمك. ما احنا بنعمل كده. انا واحد من الناس ما باكلش مخبوزات خالص. وانا كمان عادي. انا بقالي 6 سنين على فكره الموضوع ده بجد. والله ومع جنبك وانا برضو بقالي 20 يعني سنه مفيش مشكله. انا بقالي 20 سنه بصراحه ما. صح. ما بتاكليش غيرها خالص. طيب يا كابتن، ازاي بقى احسب سعراتي؟ ازاي احسب سعراتي؟ السعرات عشان احسبها كده عادي هاخد الوزن بتاعي اضربه في عدد ساعات اليوم.
في النسب بقى اللي انا هقولها دي هي هتتحدد على حسب مجهودي. لو انا واحد قاعد في مكتب ما بعملش مجهود كبير فهعمل هضربها في 1.3. تمام تمام. لو انا واحد بعمل شويه مجهود مش قوي 1.4. لو انا بقى بعمل مجهود جامد 1.5. هضرب هيطلع لي نسبتي من السعرات. هعرف ازاي بقى اعرف في السعرات دي اكل فيها ايه؟ اكل فيها ايه بروتين؟ اكل فيها ايه فات؟ اكل فيها ايه كربوهيدرات؟ البروتين والكربوهيدرات كل جرام فيه 4 سعر حراري. الفات كل جرام فيه 9 سعر حراري. فدايما الناس علشان تستفاد وتبني الياف عضليه ويبقى الشيب كويس نهتم جدا بجرامات البروتين، نحاول نعليها ونقلل جرامات الكربوهيدرات والفات. تمام بس ماشي يا كابتن. خلينا نروح نشوف الصور للناس اللي هي كانت قبل وبعد. تمام. اهي اول صوره اهي، دي كانت كام يا كابتن وبعد كده بقت كام؟ دي كانت كام؟ دي كانت في الصوره دي 130 وهي هنا 76. شابو ليكي. شابو. لا هي جد. بصراحه مجتهده جدا. طب والثانيه هنا برضو كان نفس الميزان بس كان الوزن اكتر شويه، كان 81. لا هنا كان الميزان كبير بقى. هنا بس خست قوي. هنا واضح دي خست قوي دي. هنا ده واضح قوي. هنا كان 140 كيلو. وكان ميزان كبير والشكل كان غريب. بس كويس يا كابتن ان هم متابعين يعني مع حضرتك اونلاين وحققوا النتيجه دي. الحمد لله يعني. ده حاجه بصراحه شايفه انه الفرق ده. شايفه ده النص في النهايه التزامهم. ده كانها عملت نحت يعني. انا شايفه ان هي كانها عملت نحت في النهايه. التزامهم. التزام. اللي بيلتزم واللي عايز يوصل لحاجه هيوصل. على فكره انا كنت كده. انت كنت 124 كيلو ولا بتقولي 100؟ طيب. كنت فوق 124 وهي يعني معانا بطله من الابطال اهو. طيب كابتن عايزه اسالك سؤال كان على طول بيدور في دماغي، ان هو ليه لما بلعب رياضه بقى ببدا ان انا ادوخ؟ ليه لما بلعب رياضه ببدا ان انا ببدا ادوخ بقى؟ عشان انت ما بتاخديش العناصر الغذائيه الكافيه. أيوة. اللي تخليكي اصلا تتمرني. أيوة. تمام. انت ما بتاخديهاش. بتاخدي شويه حاجات بتديكي نسبه كبيره جدا من السعرات الحراريه. بس مش مفيده. بس مش مفيده لان في وجبات معينه المفروض تتاكل قبل ما نروح نتمرن، قبل ما نروح الجيم. علشان تفيدنا وتمدنا بالطاقه وتمدنا بفيتامينات معينه. هتخلينا نبقى واقفين على رجلينا ونقدر نكمل تمريننا من البدايه للنهايه. من غير ما ندوخ زي حضرتك كده السمسميه. طيب سريعا كده عايزه نصيحه بقى يعني قبل ما نختم لان الفقره عدت هوا. طيب قبل ما نختم بس انا عايزه يعني سؤال مهم قوي، ازاي البنات طيب تتمرن حديد لبناء العضلات وشد الترهلات؟ انا بالنسبه لي في النهايه الاثنين البنات والشباب بيخشوا الجيم ده او ده، بيخش الجيم هو بيبقى لسه مش عارف اي حاجه. بيدخل الجيم ما بيقدرش يشيل اعلى وزن، بيدخل الجيم بيبدا من الصفر سواء بنت او ولد. بيختلف الموضوع ان البنات رقيقه شويه فممكن تحس ان الحاجه دي كبيره قوي فانا مش هقدر اشيلها. صح. بس هي مش كده، هي لو حاولت هتلاقي نفسها تقدر زيها زي الولد، مفيش اي حاجه هتختلف. بيختلف ما بينهم هما الاثنين الهرمونات، ودي حاجه الشكل الجسم نفسه. يعني الشيب بتاع الجسم بيختلف عشان الهرمونات اصلا. الولد يعني بيبقى ضخم. الولد بيبقى ضخم علشان المصل عنده بتبقى اكتر، علشان التستوستيرون عنده اعلى. البنت طبعا عشان الاستروجين، فمظاهر الانوثه عندها هي اللي بتبقى. انا بشيل اوزان كبيره جدا على فكره. تمام. ما هو وما عنديش حاجه، هم بيقولوا لي الاوزان في النهايه بالتعود عليها. مش حاجه صعبه. انا لو قدرت ان انا اعمل نفسي تارجت وبحط لنفسي هدف معين ان انا الشهر ده هوصل لحد الوزن كذا هوصل. الشهر ده هقدر اعمل كذا هعمل. طب كابتن لو انا بقى داخله قلق يعني اشيل حديد تنصحني بقى بايه؟ يعني مثلا اشيل مثلا 10 كيلو ولا 15 كيلو؟ تشيلي اللي انت تقدري تلعبي بيه تمرين صح. ايه ده يعني مش الاول اشيل حاجات لا بسيطه لا وبعد كده اكتر؟ مش قصه بسيطه. المهم انا بلعب وفي اداء حركي معين. الحاجه اللي تخليني اعمل الاداء الحركي ده بشكل سليم ما اثرش على الاربطه بتاعه كوعي وكتفي. لان في ناس بتلعب التمارين غلط فبالتالي تتصاب فتقعد في البيت من اول يوم. صحيح. تمام. فانا مش محتاج ان انا اعمل كده في نفسي، انا بس هعرف الوزن المناسب ليا ان انا العب بيه صح. حتى لو الوزن ده ما اقل وزن في الجيم مش مشكله. في النهايه بناء العضلات هو مش رفع اثقال،
بناء العضلات بيعتمد اكتر على الاداء الحركي والحركه السلبيه والحركه الايجابيه في التمرين والتغذيه طبعا. صحيح. طيب في حد بعت لنا بيقول ازاي نخس بشكل صحي ومن غير ترهلات؟ ازاي نخس بشكل صحي؟ بشكل صحي ومن غير ترهلات. التغذيه احنا قلنا عليها من شويه، نظبط نسبه البروتين بتاعتنا تبقى اكتر من النسبتين التانيين اللي هم الكربوهيدرات والفات، نهتم بالفيتامينات بتاعتنا وخصوصا لو بنعمل دايت لازم نهتم باوميجا 3 مثلا مهمه جدا. نهتم بالتغذيه بتاعتنا جدا، نهتم بتمرينات الكارديو، تمرينات الكارديو مهمه علشان خاطر بتعلي نسب الحرق، ونهتم بتمرينات الحديد علشان بناء الالياف العضليه بيشد الترهلات. من غير تمرينات الحديد هلاقي نفسي خسيت وتمام بس عندي جلد زياده كتير قوي. كنت انا قادر ان انا اخلص من الجلد ده عن طريق ان انا العب تمارين مقاومه اللي انا ببقى البنت دايما فاكره ان هي لما تلعب هتبقى زي الولد، وده مش هيحصل. مش هيحصل لان ده الموضوع هنا ليه علاقه بالهرمونات مش بالتمرين. صحيح. بس صحيح. طيب يا كابتن، انت دلوقتي قلت ان احنا هنقلل من الكربوهيدرات ومن الفات. طيب طب ما هو في البلك او في التضخيم انا لازم اعلي من الكربوهيدرات، يعني انا معليه قوي، اعلي من السعرات كلها، انا معليه بس بعلي سعراتي. انا بعلي الكربوهيدرات اكتر، انا بعلي سعراتي. تمام. انا قادر حتى سعراتي العاليه دي اخلي نسبه البروتين فيها اكتر. تمام. فهماني؟ تمام. في النهايه هي سعرات في ايدي ان انا اتحكم فيها. يعني كنا مبسوطين يا كابتن ان انت معانا النهارده، وانا والله اتبسطت جدا. نورتنا بصراحه. ربنا يخليكم. ان شاء الله مش اخر مره لينا، ان شاء الله معاك كابتن مصطفى مرعى بالتيك توك. نورتنا جدا جدا. وكل سنه وانت طيب. برضو يا كابتن لازم حضرتك تقول نعمل ايه برضو في مولد تاني، في مولد النووي الجاي، ان احنا برضو ما ناكلش السمسميه والحاجات دي ان شاء الله. بس انت طبعا مش هتسمعي الكلام ده خالص. شرفتنا. شرفتنا يا كابتن. ان شاء الله هنشوفكم السبت الجاي كده. ميعاد فقراتنا خلص. مع السلامه.